يا راهب سجن بغداد جينا، يا راهب سجن بغداد جينا، وينك يا ولينا ما ترجع إلينا، ولينا ما ترجع إلينا، شيعة بالجسر توقف حزينة، وينك يا ولينا ما ترجع إلينا، شيعة بالجسر توقف حزينة، وينك يا ولينا ما ماتت البشارة واحنا في انتظار، ماتت البشارة قدو حبلو سلسلة من علي تمتد إلى بنت أحفاد، هذه آثار هجمة الدار في الزمان الأول قيادة وحدار علي، في الزمان الأول قيادة وحدار علي، وشاف مسمار إذا ضلع السماء من فاطمة في الهجمة يكسرون، علي من منزله وتخيل بحبال يسحبون، والمرتضى كل زمان استعرض طلعه هو ما رضى بايع، العدا طلعوها السيدة من الخيام مقيدة على ناقة بلا مقنع، عجيب القيد وأحواله قسى على المصطفى وآله بصوار عديد، على السجاد رد مرة في صورة جامعة بصدره تحيز وريد، عجيب القيد وأحواله قسى على المصطفى وقاله
بصوار عديد على السجاد يرد مرة في صورة جامعة بصدرة تحيز وريد زينب قيت سبيها يحفرها ايديها اسم الله عليها مربوطه بحبال والسجاد وقيده اثاره شديده في رجله وايده شوف الاطفال حزنوا يا صورة نعام قيدوا حبلوا سلسلة من علي تمتد إلى بنت هذي آثار هجمة الدار في الزمان الأول قيدا حيدر علي وشاف مسمار إذا ظل عيسى ما من فاطمة في الهجمة علي من منزله وتخيل بحباله يسحبونه إذا ظل عيسى من فاطمة في الهجمة يكسرون علي من منزله وتخيل بحباله يسحبونه كل زمان استعرض والمرتضى كل زمان استعرض طلعوه ما رضى ظالم يبايع طلعوها السيدة إيه آه العدا طلعوها السيدة من الخيام مقيدة مناقة بلا مقنع عجيب القيد وأحواله كسى على المصطفى وراله بصوار عديدة
على السجاد يرد مرة في صورة جامعة بصدرة تحيز وريد زينب قيد سبيها يحفرها ايديها اسم الله عليها مربوطة بحبار والسجاد وقيده آثاره شديدة في رجله وإيده تشوف الأطفال تشوف الأطفال عجيب القيد وأحواله قسى على المصطفى وآله صور عديدة علي السجاد يرد مرة في صورة جامعة بصدرة تحيز وريدة زينب قيد سبيها يحفرها بإيديها اسم الله عليه مربوطة بحبال والسجاد وقيده آثاره شديدة في رجله وإيده شوف الأطفال شوف الأطفال ثار هل يطلب عاد لأهل النبي في أقسى حال وصور ذو ما يحب مو في السجن صابر يكتم احساسه مع شعوره محراب امتلى صلي محراب امتلى دم يا ويلي واللي قيده كيف يصلي تصور مشية الكاظم مرهون تصور مشية الكاظم مرهون وفي الخلف الرضا فيه محزون تخيل جعفر الصادق حياً تخيل جعفر الصادق حيا يا
ترى الابن الذي أباه مسجون، تصور مشية الكاظم مرهون، تصور مشية الكاظم مرهون، وفي الخلف الرضا فيه محزون. تخيل جعفر صادق حيا، تخيل جعفر صادق حيا، يرى الابن الذي أباه مسجون، يرى الابن الذي أباه مسجون، يرى الابن الذي أباه مسجون. عاد لأهل النبي في أقسى حال وصور، ذو ما يحب موسى في السجن محساسة مع شعور، محراب امتلأ دم يا ويلي، واللي قيدوا كيف البيدقيت يتوضأ بقيود، وكيف من الحديد يهوي إلى سجود، كيف البيدقيت يتوضأ بقيود، وكيف من الحديد يهوي إلى سجوده، موسى في خشوعه ويدي ركوعه بعيونه دموعه، الله اعتزازه يجرحني قنوته، لا ما في صوته كم باقي لموته، يطلع جنازه من القيد السايل أشد السلاسل، يا على الكاظم لو تشاهدونه رهيني بسجونه، اتق العالم من القيد السايل أشد السلاسل، على الكاظم لو تشاهدونه رهيني بسجونه، اتق العالم اتق العالم اتق العالم من القيد الساقل أشد السلاسل، على الكاظم لو تشاهدونه رهيني بسجونه، اتق العالم رهيني بسجونه، اتق العالم اتق العالم، ثبات الموقف الجليل من الكاظم علي، ومن الحورة في عاشورة اخذ فكرة
لصبر الحور ينتمي صبر سميتك عظمي على سجنة تجمعنا وننتظر إلى الواد ميكون وطن وهو مسجون على إيده قيده يهز عرش هارون هذا موسى بن جعفر عظم الغيظ يسمونه فينا منهج أثر يسطع النور من عيونه إلى الواد ميكون وطن وهو مسجون على إيده قيده يهز عرش هارون هذا موسى بن جعفر عظم الغيظ يسمونه فينا منهج أثر يسطع النور من عيونه يسطع النور من عيونه ثبات الموقف الجلي من الكاظم إلى علي ومن الحورة في عاشورة اخذ فكرة لصبر الحورة ينتمي صبر سميتك عظمي لصبر الحور ينتمي صبر سميتك عظمي على سجنة تجمعنا وننتظر إلى الواد ميكون وطن وهو مسجون على إيده قيده يهز عرش هارون هذا موسى بن جعفر عظم الغيظ يسمونه فينا منهج أثر يسطع النور من عيونه هذا موسى بن جعفر أظم الغيظ يسمونه يفينا منهج أثر يسطع النور من عيونه.